تهنئة وناموس للجميع. هكذا إذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الأفاضل في كل مكان نتواصل من جديد معكم في هذه الانطلاقات الصباحية وهذه الاندفاعات المميزة. الشوط الخامس انطلق قبل لحظات بحفظ الله ورعايته حاملا لنا في طيات فئة الحول المحليات الأصايل لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمن يرغب من أبناء القبائل. نتمنى التوفيق مشاهدينا الأعزاء لكل الأخوة المشاركين. نذهب إلى المركز الأول نتابع البداية والصدارة والمركز الأول ملامة تأتينا في المركز الأول لمصبح بن نايع بن صروخ النعيمي يقدم لنا ملامة على أول المراكز، بينما المركز الثاني الحرة حمدان بن عبيد بن خلفان بن رعود يقدم الحرة في ثاني المراكز، وفي المركز الثالث القادمة هي الضبية لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي مع سالم بن هزيم المسافري، وفي المركز الرابع والتغيير إلى المركز الثالث من الشاهنية من هجن ند الشبا وسعيد بن سالم بالتضمير والتدريب. المركز الخامس خامس المراكز هذه الشاهنية من هجن ند الشبا وسعيد بن سالم بالتضمير والتدريب، بينما المركز السادس مشاهدينا الكرام تأتينا الشاهنية أيضا من هجن ند الشبا وسعيد بن سالم بالتضمير والتدريب، وفي المركز السابع سابع المراكز الواصلة الشاهنية من هجن ند الشبا بقيادة سعيد بن سالم من يقدم لنا الشاهنية على المركز السابع. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة، سبعة المراكز الأولى الحاضرة هنا في بداية هذا الشوط والمنطلقة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل. عودة إلى البداية، عودة إلى الصدارة وإلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط، إلى التغيير الذي طرى وجرى بالمركز الأول. غيرت الضبية، انطلقت الضبية بالمركز الأول لتسيطر على المركز الأول لتعلن تواجدها في هذا المكان وفي هذا الموقع الجميل. الضبية لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي سالم بن هزيم المسافري في التضمير والتدريب. من الجانب الآخر ملامة لمصبح بن نايع بن صروخ النعمي يقدم لنا ملامة على ثاني المراكز، ثالث المراكز الشاهنية من هجن ند الشبا وسعيد بن سالم بالتضمير والتدريب. المركز الرابع أيضا الشاهنية من هجن ند الشبا وسعيد بن سالم المتابع لهذه الانطلاقة الجميلة. خامس المراكز المركز الخامس الحرة حمدان بن عبيد بن خلفان بن رعود يقدم الحرة على المركز الخامس، وفي المركز السادس تتقدم الشاهنية من هجن ند الشبا وسعيد بن سالم في التضمير والتدريب، وفي المركز السابع أيضا الشاهنية من هجن ند الشبا
بقيادة سعيد بن سالم. هذا هو نداؤنا الثاني مشاهدينا الأعزاء للمراكز الأولى المتقدمة. نتابع معكم هذا المسار، نتابع معكم هذا الانطلاق الجميل وهذا الشوط الرائع الذي يحمل الحول المحليات الأصايل. منتصف المسافة 3 كيلومترات قطعناها، ويبقى لدينا 3 كيلومترات من مسافة هذا الشوط. لا زالت المنافسة مستمرة، ولا زالت الأسماء تسير، ونحن نسير متابعين مع كل الحاضرين هذا الشوط وهذه الانطلاقة. تغيير طرى وجرى بالمركز الأول، ملامة تغير تحتل المركز الأول لمصبح بن نايع بن صاروخ النعيمي، يقدم لنا ملامة على المركز الأول على الصدارة والبداية الأولى. ها هي تسير في موقعها الصحيح وفي مكانها المميز لتبحث عن الناموس، لتبحث عن الانتصار. المركز الثاني والثالث من هجن الدشبة بقيادة سعيد بن سالم، يقدم لنا كوكبة ثلاثية مميزة هنا مع المركز الثاني والثالث. رابع المراكز، هناك شعار برعود من الجانب الآخر، يقدم الحرة حمدان بن عبيد برعود يتقدم من خلال تقدم الحرة. المركز الرابع الشاهنية من هجن ندي الشباء وسعيد بن سالم في التضمير والتدريب. في المركز الخامس، المركز السادس هنا الضبية لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وسالم بن هزيم المسافري مع التضمير والتدريب. وفي المركز السابع الشاهنية من هجن ندي الشباء وسعيد بن سالم في التضمير والتدريب. ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق الجميل. مجموعة جميلة من الأسماء وكوكبة أيضا مميزة تحمل هذه التشكيلة الرائعة، تحمل هذا الانطلاق الجميل وهذا المربع الجميل. عودة إلى البداية والصدارة إلى المركز الأول. هذه ملامة لا زالت بالمركز الأول صامدة ومتمسكة بوثاق المركز الأول. مصبح بن نايع بن صاروخ النعيمي يقدم لنا ملامة، ولكن شوف التدخل الانطلاق، شوف الاندفاع الجميل. ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق. غيرت الشاهنية، انطلقت الشاهنية بالمركز الأول من هجن ندي الشبا لهجن ندي الشبا وسعيد بن سالم بالتضمير والتدريب. المركز الثاني الشاهنية من هجن ندي الشبا بقيادة سعيد بن سالم. المركز الثالث أيضا الشاهنية من هجن ندي الشبا مع سعيد بن سالم. المركز الرابع ملامة مصبح بن نايع بن صاروخ النعيمي قادم في المركز الرابع. خامس المراكز الشاهنية من هجن ندي الشبا وسعيد بن سالم بالتضمير والتدريب. سادس المراكز الضبية لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي سالم بن هزيم المسافري متابعة للضبية. المركز السادس، سابع المراكز الحرة حمدان بن عبيد بن خلفان بن رعود يقدم الحرة. في المركز السابع وين الموقع، وين الكيلو الأخير مشاهدين الأعزاء. دخلنا هذا الكيلو المثير والكيلو الخطير. وشوف الثلاثية مميزة، مثلث جميل، المثلث الذهبي لهجن ندي الشبا المسيطرات على المراكز الثلاثة الأولى. يا سلام يا سلام يا سلام. الشاهنية المملوكات لهجن ندي الشبا وسعيد بن سالم متابعة لانطلاقتهن في هذا المسار، في هذا التحدي الجميل. المركز الرابع أيضا الشاهنية من هجن ندي الشبا مع سعيد بن سالم ما شاء الله على هذا الانطلاق. خامس المراكز ملامة مصبح بن نايع بن صاروخ النعيمي يقدم ملامة. المركز الخامس هنا الخمسمية متر الأخيرة سلام هجن ندي الشبا سلام. تهانينا وناموس، لحظات الفوز، لحظات الانتصار مع الثلاثمية متر الأخيرة. تهانينا لهجن ندي الشبا، تهانينا على هذا الأداء الجميل. ملامة في الأمتار الأخيرة. مصبح بن نايع بن صاروخ النعيمي يقدم ملامة بهذا الأداء المثير في الأمتار
الأخيرة بالأمتار الأخيرة، ولكن الشاهنية غادرت بالناموس، غادرت بالفوز، غادرت بالانتصار. تهانينا لهجنة الدشبة، تهانينا لسعيد بن سالم على الفوز والانتصار. المركز الثاني أيضا الشاهنية من هجنة الدشبة، المركز الثالث ملامة مصبح بن نايف بن صاروخ النعمي، المركز الرابع الشاهنية من هجن ند الشبا، والمركز الخامس الشاهنية من هجن ند الشبا. هكذا كانت النتيجة.